مسعد البلوي رئيس مجلس قروة النصارية. احنا جتنا اليوم في الصبح على الساعة تقريبا 9 الصبح قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة في آليات ومعاهم رافعات وجرافات، وتوجهوا لأحد الآبار في المنطقة اللي بتغذي المزارع وتغذي يعني أكبر كمية من المزارعين في المنطقة هناك، وعندك أصحابين المواشي بيشربوا مواشيهم من البير هذا الموجود، وتم تدميره مثل ما انتم شايفين هسه قاعدين بدمروا فيه. واحنا هنا راح نظلنا صامدين على اراضينا لان هاي الارض النا والمي النا وعليه الاحتلال ان يرحل عن اراضينا. احنا والسلطة ومحمود عباس بنواجه احتلال. يا حبيبي شو دمرت مصلحتنا؟ شو دمرت مصلحتنا؟ مصلحتي دمرت على الاخر، لانه انا مسوي بير قلت لك للمصلحة الخاصة مش عملية تجارية، وبعدين ما بدي لا ازرع خضره. انا في عندي 15 دلم زيتون، في عندي مزرعه فيها 13 في الدار هاي وحواليها حاجوره شويه شجرات، لا مثلت على احتلال ولا مثلت، بس قضيه تدمير شعب، تدمير مصلحه شعب، هاي كله اللي بده اياه الاحتلال، وهاي اللي بدور عليه. طيب، وهاي نتيجه استحقاقات ايلول. ايلول احنا موجودين هان حتى تقوم الكيان. طيب حاج، قديش كلفك هذا البيت؟ ما يعادل 80,000 دينار انا دافع. هذا البير يعود للمواطن احمد سليم جود اللي هو والدي وعلاء ادويكات. عمق البير تقريبا 160-150 متر، بيطلع حوالي 60 كوب في الساعة. احنا بنستغله لسقاية الغنم، لري الأغنام، وفي عندنا شجرات في جنب الدار زي ما انتم شايفين. بس هاي احنا معنا ترخيص من السلطة الفلسطينية في الحفر. طبعا احنا حفرنا البير سنة 2005، واجوا سلطات الاحتلال هدمت البير وردينا عدنا تأهيله، ما كناش لسه شغالين. الآن هيهم بهدوا في البير. أنا بعتقد إنه هد البير مش لأنه مش 2005، لو بدهم يهدوا البير من 2005 كان هدوه وما خلوناش نرجع نساوي. هي على استحقاق أيلول وشغلة سياسية فقط لا غير. يعني اليهود بنتكموا من الشعب ومن السلطة. قصي وهدان ابن صاحب بير ردموا للجيش الإسرائيلي. أول مرة ردموا في 12/7، قمنا في إعداد الترميم ثاني مرة بتكلفة حوالي 200,000 شيكل، التكلفة الأولى. أجت السلطة وقالت إنه ردوا عيدوا تأهيله لأنه ضمن الرخصة من السلطة. لحد الآن ما خدناش دعم من السلطة ولا شيء من الردم الأولى. ردوا رجعوا 8/9 ردموا ثاني مرة بدون سابق إنذار. وعندنا مزروعات فيش مي بديل إلها حاليا، لا تشرب، فيش مي بديل تشرب الزراعة الموجودة. يعني هاي مرة ثانية، أول مرة بكى فيش مزروعات 30 دلم 40 دلم كسة، هسا أنا زارع حوالي 160 دلم بين بصل بطاطا خيار كسة، هذول هسا معرضات للموت. عندنا 3 أيام هسا عيات مش قادر أمولهم مي تشربت. عندي مشكلة كبيرة في المزروعات غير الأضرار المادية تاعت البير ثاني مرة. مثلا نظلش من المرحلة الأولى ما ظلش معي مادة اللي أقوم البير ثاني مرة. أنا ناجح عبد الله محمد زيد الكيلاني، صاحب بئر مية يروي 350 دلو زراعيات،
بقوم في زراعة الأرض 350 دونم من البطاطا والبصل والخيار. وقام الاحتلال بهدم البير ب 12/7/2011، دمر كامل بالكامل ومصادرة جميع معدات البير. فاتجهنا للسلطة الوطنية الفلسطينية، زودتنا برخصة وحكت لنا ابحشوا بيارة جديد وإحنا بنغطيكم، وقمنا ببحش بيارة جديدة وغطيناها وشغلناها، شغلنا 3 ساعات وقاموا بتدميرها. هذا اللي صار، قاموا بتدميرها وبمصادرة جميع المعدات البير الثانية. البير الأول كانت معداته في حوالي 200,000 شيكل من المعدات والحفر، والبئر الثاني قمت بحفر بئر جديد كلفت حوالي 250,000 شيكل من معدات ومن حفر. فهذا اللي صار.